صار عمري حوالي بتذكر 6 7 اشهر ببطن والدتي، صرت بلش اسمع حط ابني على جدار رحم امي واسمع شو عم بيصير برا، اسمع في فقر، في استعمار فرنسي، في مطاردات، في تعذيب، وانا قاعد برحم امي مطمئن. فاقول لحالي طيب ليش هالناس مبتوتة عندي على رحم امي وبتعيش معي جواب امان واطمئنان؟ ما حدا اجى. المهم لما صار عمري 9 شهور ببطن امي، ايد مدت على رحم امي ومسكتني من رقبتي بنوم، بلشت تشد لي لمرات الرحم. انا شد لجوا ولا شد لبرا؟ انا شد لجوا ولا شد لبرا؟ طالعني من الرحم. بعدين عرفت انه هي ايدي الدايره. بالاخير قررت اطلع. قد ما سمعت امي عم تتوجع وتصرخ وتحلف ما بقى تعيدها، ومع ذلك عادتها 12 مرة. نزلتني هاي الدايرة، مسكتني من رجلي هيك لفوق وراسي لتحت، ونزلت فيي خبطة على الأرض. أنا ما كنت أفهم ليش عم تضربني، لسه مو عامل شيء أنا. شو هالضرب هذا؟ قلت لحالي يمكن مشان اعتاد على المستقبل، يمكن اكون قتل بالمستقبل. 9 شهور وانت حبيبتيني، وعدتك ربي كتير تعجبتيني، وعذبتك كتير لتربيني، ضاعت الدربايه فيني يا موت يا موت يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايا يا مو. نزلت من بطن امي لما نزلت عم ببكي. بعدين سمعت ودريت انه ما في طفل بالكون نزل من بطن امه وهو عم يضحك، ما بده يترك هالرحم الامن، الوطن الآمن، الحنون، الدافئ. مع إنه الواحد بيكون عايش بالمقلوب، راسه لتحت ورجليه لفوق، وبياكل من صورته بدون كولا أعين، بدون همبرجر، بدون مسلسلات، بدون مصطفى هلا. الرحم جوا قاعد على العتمة، ما في كهرباء، قولوا برا أحسن، هلا ساعتين بقى أربعة، لو كان بالرحم ساعتين بقى أربعة كنا ضلينا. الأم وطن والوطن أم. أنا وين ما سافرت الدنيا إذا في حدا ما بيعرف أنا منين يسألوني أنت منين، بقول لهم وطني الثاني سوريا، وطني الأول رحم. الأم وطن والوطن أم، واثنين أتبعتهم، مشان هيك بنقول أمنا سوريا. ومهما عمل الواحد بيشعر إنه ما قدر وفى أمه حقه ولا وطن حقه، مشان هيك بيستشهد كرمال الوطن. وأنا متأكد إنه أي شهيد مزروع بهالأرض بيبقى عم يسأل حاله إنه يا ترى يا وطني وفيت ولا ما وفيت؟ شو ما عملت يا ربي، ربي وحده. يا ست الحبايب يا مو